بمساعدتنا عرضت نفسك للخطر هكذا. أستطيع تفرقة بين الناس طيبين والناس سيئين فورا. ماذا؟ وأيضا على الكلاب، بل كلب لطيف جدا. نعم أنت على حق. بوتشي أيضا إنه مدلل قليلا لكن لطيف. وسيباستيان هو من؟ أنا؟ نعم أنت متهور طماع وعديم الحذر. ماذا؟ لكنك ولد طيب. أنت أيضا على حق ولكن كيف عرفتي؟ لما لا تصعد إلى غرفتي؟ هيا رافقني إلى فوق. هل أستطيع إهدار بال أيضا؟ طبعا. هيا بنا يا بوتشي تعال. من هنا لكن كن حذرا. أبي لا يحب الكلاب فلا تدعه يراكم. لا يحب الكلاب بل يكرههم. هل هو في المنزل؟ كلا لم يعد إلى المنزل بعد. حقا؟ عظيم. هذه غرفتي أدخل. شكرا. دمية الهرة هذه كبيرة جدا، لقد أخافته. ألا يحب الكتاب؟ بلى، لقد هزم مرة من قبل. لديك دمى كثيرة ومنوعة. أنا ألعب دائما هنا، لهذا السبب اشترى أبي لي هذه الدمى. ألا تخرجين أبدا؟ لا. هذا غير ممكن، أنا لست بصحة جيدة. ألديك أصدقاء؟ لا، ليس لي أصدقاء. هل أستطيع لمس بال؟ نعم طبعا طبعا. شكرا لك. إنه أنا من اللعب. إحساس لطيف. بوتشي وأنت أيضا، أنت جميل. سأحضر لكم الطعام. أنسة لينا، ماذا جرى لها؟ ليس من عادتها أن تأكل كثيرا، هذا غريب. إنه لذيذ جدا، لماذا لا تأكلين يا لينا؟ لا 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 أريد. إذن هل أستطيع أن آكلها كلها؟ تفضل. ما الأمر؟
أبي لقد عاد. والدك؟ تفضل. أهلا بك سيدي. شكرا. كيف لنا؟ هل تحسنت صحتها؟ إنها بخير. تغيير جيد حصل اليوم. فعلا؟ لكنه غريب. ماذا؟ نزلت إلى المطبخ منذ برهة. عظيم، تحسنت شهيتها إذن؟ هذا شيء رائع. نعم، لكن هذا كثير في وقت قصير. سأصعد لأراها إذن. اختبئوا أبي كاظم. نختبئ أين؟ تحت الكنبة. فكرة. هيا بال تعال. هذا مستحيل، لا يستطيع الدخول. ماذا يجب أن نفعل؟ ادخلوا هنا. نعم، إنها تشبه لعبة الغمادة. تعال بسرعة يا بال. لا أستطيع إغلاق الباب. ادفعي بقوة أكثر. هذا مؤلم. حاول الصبر. لا، إنه قادم إلينا، فات الأوان. ليلى. أهلا بك والدي. مرحى، كيف حالك اليوم؟ يبدو أنك أكلت 3 قطع مخانق لليوم. ماذا؟ نعم، كنت شائعة جدا. شهيتك تحسنت، هذا عظيم، إنها علامة حسنة. حسنة. نعم. ماذا فعلت اليوم؟ أخبريني كل شيء. أشياء متعددة. إذن لم تكوني وحيدة؟ كنت سعيدة جدا وتسليت كثيرا. عظيم عظيم. ما؟ ما؟ ما هذا؟ ما هذا؟ دمية كغيرها، دمية بشكل كلب. دمية؟ دمية بشكل كلب؟ اليوم اشتريتها ماريا لي. أنا آسفة، عرفت أنك تكره الكلاب، لكنها أعجبتني كثيرا. رأيت؟ إنه جميل جدا. لا تتحرك، المفروض أن تكون دمية. دمية لطيفة كأنها كلب حقيقي. أبي، أنا متعبة. صحيح، انتبهي إلى نفسك، حاولي أن ترتاحي يا ابنتي. ما هذا؟ لا شيء، لا شيء أبدا. اعتقدت أنها عطسة، هل تعرضت للبرد يا حبيبتي؟ نعم، عطسة؟ أنا عطست. أمتأكدة أنك لم تصابي بالبرد؟ لا، أنا بخير. دعيني أرى. أنا بخير فعلا، سأتحسن بعد أن أنام. حقا؟ اذهبي للنوم، اذهبي للنوم يا حبيبتي. طابت ليلتك، وإلى الغد. طابت ليلتك يا حبيبتي. حسنا بيل، أخرج سيباستيان. كان
أراد أن يكتشف أمرنا. عظيم، لم يكتشفك. بل قلبت الدمية بمهارة كأنك دمية حقيقية. أنت فعلا ماهر. صباح الخير يا أنسة. أهلا، تفضل. صباح الخير يا سيدي، أنا سعيد لرؤيتك بصحة جيدة. لماذا أنت هنا أيها المفتش؟ جئت لأخبركم أن هناك مجرمين عالميين في الجوار، وهم خطيرون جدا، ويجب الحذر منهم وأخذ الحيطة والإبلاغ عنهم. أي نوع من المجرمين يا حضرة المفتش؟ ولد وكلبان تسللوا إلى الجوار. هالكلاب. لكنه ليس كلبا عاديا، إنه بحجم الحصان، عنيف كالغوريلا. إنه كلب رهيب، سبق وقتل عدة أشخاص في فرنسا، أتى لإسبانيا وهو يخيف العالم. كنت خائفا أن يهاجم السيد ألبرت. عملية بحث عالمية عن كلب، أنت تضخم الأمور. مارتن، أرني ورقة التعليمات. نعم. هل تعرف شيئا عنهم سيد ألبرت؟ هل تستطيع أن تفيدنا بشيء؟ بوتشي. بل كن هادئا. ما الأمر؟ إنه أبي يختبئ بسرعة. ماذا يجب أن نفعل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ لا يوجد دمية محشوة هكذا. ادخل إلى الخزان يا سباستيان. حسنا. صباح الخير يا أبي. أين الولد؟ الولد؟ لا يوجد ولد يا أبي. لنا، والدك يعرف بالأمر، وأيضا عن هذا الكلب. إنها ليست دمية. أين يختبئ الولد؟ هيا اخبريني. هيا يا ابنتي، هيا يا حبيبتي. أبي أنا؟ هذا أنتم إذن؟ لنا، تعالي. ماذا ستفعل يا أبي؟ المفوض غارسيا موجود في الأسفل، وهو يبحث عن الولد والكلبين. دعيه يأخذهم. أرجوك لا تفعل ذلك يا أبي. لكن يا لينا، هذا الصبي هرب من فرنسا، وهذا الكلب هو الذي يهاجم الناس، والشرطة تبحث عنهم في كل مكان. هل فهمت يا حبيبتي؟ غير صحيح، أعرف ذلك.
ذلك اللطيف لا يهاجم الناس أبدا. ماذا لو هاجمك وألحق بك الأذى يا ابنتي؟ ماذا نفعل؟ لا بل لا يفعل هذا أبدا، هذا مستحيل. لينا، إذا كنت أكذب لما لا تحاول بنفسك؟ أحاول؟ حاول أن تعرف إذا كان بيل سيئا أم لا. ما عذرا سيدي، سأتحقق من ذلك. المفتش غارسيا، معذرة للتدخل، لكني أعتقد أن الأنسة لينا يجب أن تعرف حقيقة طباع هذا الكلب، وإذا لم يطع الكلب الأوامر سأقوم باعتقاله. موافقون يا سيدي؟ موافق، بل كلب ذكي ومطيع. حسنا. انتبهوا جيدا، سنبدأ الامتحان. باشر أنت يا مارتن. من أنا؟ ولمن أنا؟ أسرع. أرجوك لك افعل. تبا لك يا مارتن، هل أنت خائف؟ سأقوم أنا بالتجربة، راقبوني. أنا المفتش غارسيا وسأمتحنك الآن أيها الكلب. هذا الكلب إنه يهاجم الشرطة، إنه كلب سيء وشرير. لا داعي لأن تنبه، بل هذا امتحان، دعهم يعرفوا أنك كلب لطيف وذكي. الآن هو بخير، حاول مرة ثانية. حسنا، مرة واحدة فقط. اجلس اجلس. إنه لا يستطيع حتى الجلوس، أرأيت؟ اجلس يا بيل، باستطاعتك ذلك، اجلس، اجلس. أي كلب يستطيع ذلك؟ أنا لا أمتحنك أنت. سنقوم بالامتحان التالي. يجب أن تطيع المفتش غارسيا، هيا يا بيل. أركض. انبطح، اقفل. لقد هرب طاردو. هيا يا مرتب، هيا بسرعة. ستكون بخير من الآن وصاعدا. إنه يطيع كل الأوامر، يستطيع فهم كلام الناس. كلب ذكي حقا. أرأيت يا أبي، بل ليس بالكلب السيء، لا تدعهم يأخذوه. سكوت، ابتعد من طريقي. لا تزعجني، ابتعد عني. بل أرأيتم جميعا، لقد هاجمني، لقد استعاد طبيعته الشريرة، سأقتله.
كلا، هاجمه لأنه اعتدى على بوتشي. ماذا تقول؟ هذا الكلب هاجم الكثير من الناس قبلا، إنه كلب رهيب، هذه حقيقة طبيعته، سأعتقلكم جميعا لهذه الأسباب. كنت أنتظر هذه الفرصة، هذه فرصة لأصبح المفتش المشهور جارسيا، سأرفع حتما. إنني أنتظر الغد. اذهب يا مارتن في هذا الاتجاه. أهرب يا بيل، أهربوا. لقد حاصرنا المجرم، هذه لحظة اعتقال المجرم. راقب المفتش جالس في الأوقات الصعبة. لينا 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 ماذا؟ أنسة لينا. فرناندو خذ لينا إلى سريرها بسرعة. نعم سيدي. أحضر الطبيب كارلوس أيها المفتش بسرعة. سيد ألبرت، ماذا أفعل بالمجرم؟ سيهرب. أريدك أن تحضر الطبيب الآن. أنا؟ استطعتك القيام بذلك لاحقا، هل فهمت؟ أسرع. هيا بنا يا مارتن. حاضر سيدي. تبدو بحالة سيئة، أتمنى أن يصل الطبيب في الوقت المناسب من أجل سلامة لينا. قلق سيباستيان على صحة لينا وفكر بأن يبقى بقربها، ولكنه تذكر بأن المفتش غارسيا قد يعتقله مجددا، واحتار سيباستيان بما يفعله. وافق المفتش غارسيا على طلب سيباستيان لإجراء امتحان لبيل ليتأكد من أنه ليس بالكلب الشرير، واغتاظ غارسيا من تهجم بوتشي فركله، مما حدا ببيل بالهجوم على غارسيا فأخفق في الامتحان. تلك اللحظة عاود الألم لينا فسقطت أرضا، وهرع الجميع لمساعدتها، وذهب المفتش ليحضر الطبيب كارلوس. أما بيل وسيباستيان فبقيا ولم يهربا.